بسم الله نبدأ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني صلوا على النبي. قبل فترة كنت منزل على قناتي على اليوتيوب فيديو لضابط أو شرطي عراقي فوق الجسر يقلد الرئيس صدام حسين عندما كان يسلم على الجمهور بتحيته المعتادة وهذه الحركة، فحذفت هذا الفيديو لأنه وقتها كانت قناتي جديدة حتى تقبل قناتي في سياسة اليوتيوب وحتى لا تكون هذه الفيديوهات محتوى مكرر يقال فيها اليوتيوب، فقررت أن أحذف هذا الفيديو، والآن قررت أنه أرجع أكرر هذا الفيديو وأرجع أنشره على قناتي من جديد لما لقي استحسان في قلوب الناس. ولو لم يكن هذا الفيديو مهم لما كان ذاك الشرطي قلده ولما كان هتف الجمهور له، وما كنت أنت لتفتح هذا الفيديو. راح اترككم مع هذا الفيديو والسلام عليكم.